حلقة جديدة ووصفة جديدة، يا رب تعجبكم إن شاء الله. من وصفات الفراخ اللذيذة النهاردة هنعمل كده دبابيس فراخ بصوص أخضر كده، جميل جدا جدا. شكلها بيبقى لطيف وجديد وطعمها بيبقى ألذ، سبايسي شوية بس لو جربتوها تعجبكم إن شاء الله. مقاديري هتكون دبابيس فراخ عادية جدا، هي ممكن تتنفذ بالحاجة غير الدبابيس، بس أنا بفضلها كده. الدبابيس لما بتتشوح وتتحط تدخل الفرن بيبقى شكلها لطيف قوي مع الصوص الأخضر. عندنا كمان ساور كريم، وفي مايونيز، في ثوم مفروم، وبصل أخضر، وكزبرة خضراء، وفلفل حراق. كل دوت هي مكوناتي مع شوية ملح وفلفل وبس كده. هنعمل ايه؟ اولا كده هنجهز هنا مع نقطة زيت كده علشان يسخن، لحد ما اول حاجة المفروض تحصل اني اجهز الصوص بتاع الفراخ. الصوص عبارة عن كل الحاجات الخضرة دي، كل الحاجات الخضرة دي اهي مع الثوم هيدوني الصوص الأخضر الجميل. هنا كده نحط شوية من السبايسي ده وكمان الكزبرة الخضراء. أنا بحب الكزبرة الخضراء أساسا، طعم وريحة، ويعني بصراحة أنا بحب أنكي بيها طبقات كتير. حتى لو الوصفة ما فيهاش كزبرة خضراء انا بفضل استخدمها، يعني لو ينفع يعني اضيف لها الكزبره بشتغل على طول بيها. طيب نيجي بقى كده نفرم الكلام ده فرمه حلوه. انا مقطعاه علشان يبقى سهل معايا في الفرم. احنا عشان نفرم ويدينا القوام اللي انا محتاجاه لازم نحط كده ايه رشة زيت الزيتون دي. نعمل بقى ايه، نجيب كده معلقة وننزل شوية من ساور كريم بتاعنا، حوالي 3 معالق مش اكتر. عايزه برضو مايونيز، مش هكتر قوي. في هنا علشان لسه شوية عشان الطاسة ما تسخنش قوي. خلينا ايه بقى نكمل كده فرم الكلام ده. كمان لازم نملحه بقى، نديله ايه الملح والفلفل بتوعه. نحط بقى شوية ملح كده صح، كمان نحط فلفل اسود. اوكي نرجع بقى ايه نفرم. نرجع ننزل كده الجناب علشان يبقى كله. انا عايزه ازود شويه كزبره خضراء عشان تعزز اللون الاخضر. خليني ايه احط رشه كده هنا كمان.
شوية كده. خلاص بقت تمام التمام، جاهزة معايا ان شاء الله. فهنيجي بقى هنا ونحتاج ان احنا ناخد جزء، الكلام ده هنخليه على جنب، والجزء التاني اهو هننزله هنا كده علشان نحط فيه دبابيس الفراخ. نرجع بقى كده نشغل الدنيا هنا علشان حالا اقلب بس كده. ده هحتاجه بس ايه شوية كده مش دلوقتي. خلي بقى الدبابيس كده ايه تاخد كلها من التتبيلة الجميلة دي. وده هنا جاهز ان انا انزل في الدبابيس دي كده هنا. انا مش هسوي على البوتاجاز لان الكلام ده داخل الفرن، بس انا محتاجة بس اشوح ادي كده الكلام دوت سنس النار على اساس ايه اما اجي ادخله الفرن يبقى سهل ومش فاضل عليه كتير. يعني ريحه الثوم مع الفلفل والكزبره جميله جدا اساسا. هو الميكس ده بيبقى حلو في كل حاجه، ثلاث حاجات دول كزبره خضراء وفلفل وثوم، اي حاجة فيها الثلاث حاجات دول تبقي مطمنة كده ان انت هتاكلي حاجة ريحة وطعم جامد جدا. احنا ايه مستنيين بس ايه زي ما قلتلكو انا مش بسوي، انا بس بجهز الفراخ ان هي تدخل الفرن. انا محتاجة بس كده ادي رشة ملح للفراخ نفسها برضو، وكمان ورشة فلفل اسود بس كده اهي تمام كده. هسيبها بس كده دقيقتين ونجيب دوت اللي هندخله الفرن. هي بتدخل الفرن بتقعد حوالي نص ساعة لان هي كل الحكاية دبابيس، فانت هتحسي ان هي اتحمرت وحجمها قل، فكده خلاص هي استوت. ما تسيبهاش في البوتاجاز كتير عشان كمان اللون الاخضر ما يفقدش لونه الجميل. هدخلها الفرن دلوقتي كده اخضر بقى مع اخضر، فالموضوع جميل. وانا كمان لابسه اخضر ف خلي كده كل حاجه تبقى خضراء جميل. احنا تبلنا الفراخ بالصوص الاخضر اللي احنا عملناه اللي هو عباره عن كزبره خضراء، فلفل رومي، فلفل حراق، توم، حطيت شويه ساور كريم وكمان ثلاث معالق مايونيز. كل ده اتضرب في الخلاط مع ملح وفلفل، مفيش اكتر من كده. شويه زيت زيتون زي ما انتم شايفين، نزلت كده بالدبابيس تشويحه على النار في الطاسه بمعلقه زيت، ورجعت حطيتهم الفرن، حطيتهم في الصينيه عشان تكون جاهزه انها تدخل الفرن. وهنطلع فاصل ونرجع نشوف الدبابيس بتاعتنا شكلها ايه وهنعمل ايه في الفاصل التاني.